تحياتي وصباح الخير على حضراتكم في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة الدولية والعربية والمحلية. أفادت وزارة الداخلية التونسية بأنه تم القضاء على عدد من الإرهابيين بينهم اثنان فجر نفسهما. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية إن وحدات الأمن التونسية المختلفة دهمت منزلا بمدينة جلمة بسيدي بوزيد يختبئ به عدد من الإرهابيين، وتم على إثر هذه العملية تبادل كثيف لإطلاق النار. وأكدت الداخلية التونسية أنه في حصيلة أولية تم تسجيل مقتل إرهابيين وإصابة عون أمن تم نقله إلى المستشفى، فيما أكدت وسائل إعلام تونسية أنه تم القضاء على 5 إرهابيين في عملية أمنية بولاية سيدي بوزيد. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل هاتفيا الآن من تونس السيد باسل ترجمان، وهو الإعلامي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية. أستاذ باسل، تحيات لحضرتك في البداية. أستاذ باسل، أستاذ باسل إذا كنت تسمعني. ألو أستاذ باسل، تسمعني جيدا؟ ألو ألو أستاذ باسل، نعم تسمعني جيدا؟ بسمعك جيدا. سؤالي لك الآن، يعني بخلاف ما ذكرناه في متن هذا الخبر، هل توافرت لديك بعض المعلومات الجديدة عن هذا الحادث الأخير في تونس؟ في البداية هي عملية مباركة، عملية يعني أفرحت الشعب التونسي في بداية هذه السنة الجديدة لله الحمد، قضاء على 5 من تنظيم من مجموعة جند الخلافة. جند الخلافة هي أحد أزرع داعش في منطقة شمال أفريقيا والمغرب العربي. هذا النجاح الأمني جاء في منطقة جديدة، منطقة جلمة تمددت لها هذه الجماعات الإرهابية، وهي قريبة من منطقة سيدي بوزيد. يعني هي المنطقة التي تواجد فيها هذه المجموعات نظرا للطبيعة الجغرافية الصعبة فيها وفي جبال وغابات، وبالتالي هذا النجاح يعكس أن الحرب على الإرهاب ما زالت مستمرة، أن تونس قواتها الأمنية والعسكرية بكل أذرعها تحارب وتواجه الإرهاب. ولكن السؤال الأهم الذي يعني يطرح نفسه مجددا، أن هذا الإرهاب ما زال يستقطب عددا من المغرر بهم وعددا من الشباب مرة أخرى، وبالتالي استمرار الحرب على الإرهاب تقتضي في هذه المرحلة ليس في تونس فقط ولكن في كل الدول التي تعاني من شبح إرهاب العصابات الإرهابية التي هم في الأساس خريجين الرحم النجس لجماعة الإخوان المسلمين، كيف يتم مواجهة الفكر المتطرف الذي ينتج هؤلاء. نحن اليوم في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي كل دول العالم نواجه الإرهاب ولا نواجه الفكر الذي يسعى هذا الإرهاب، والذي ما زال للأسف ينتج على الأرض مجاميع من الإرهابيين في كل مرة. إذن يعني استهداف ولاية بوزيد تحديدا، يعني هل هناك دلالة منها أم أن الاستهداف يعني ربما يكون لكل الولايات في تونس؟ يعني أرجو منك التوضيح في استهداف هذه المنطقة. لا، هي يعني هم متواجدين أساسا في مناطق المحاذية للحدود مع الشقيقة الجزائر بسبب الطبيعة الجغرافية الصعبة لهذه المناطق، والتي تسهل لهم طبيعة الجبلية، طبيعة المناطق المفتوحة تسهل لهم الحركة والعمل. هذا رقم واحد. بالنسبة لهم هم يعني علينا أن نفهم أن العقل الإرهابي يفكر في قضيتين. القضية الأولى، أينما وجد إمكانية أن يكون له موطئ قدم فهو سيكون موجود، والنقطة الثانية أنه كلما استطاع أن يوجه ضربة مهما كانت وليس يهم ضد من ومن سيكون مستهدف، هم يعتبرون ان كل من ليس معهم كافرا حل قتله. هم لا يفرقوا بين مدني وعسكري، بين شرطة ومواطن، بين موظف وعامل، بين تاجر وفلاح، هم لا يفرقوا. هم يعتبرون ان كل من ليس معهم هو كافر حل قتله، ومن كان معهم وقتل فهم يعطوه وراء، يعني شهاده للذهاب الى الجنه. هم يتصرفون وكأنهم ينطقون باسم مالك الملك، يعني الله سبحانه وتعالى، ويعطون لأنفسهم حق قتل.
كل الناس حالتهم الى الجنه او النار كما يشاء. وبالتالي ها يعني الاستهداف لا يستهدف ليس محددا بمنطقه جغرافيه فقط هذه المنطقه منطقه ولايه القصرين سيدي بوزيد منطقه سيدي بوزيد منطقه الكاف هذه المناطق الحدوديه القريبه من الجزائر الطبيعه الجغرافيه تراها تسمح لوجود هؤلاء. طيب اذا تحدثنا عن الطبيعه الجغرافيه سيد باسل يعني انت اشرت الى نقطه في غايه الاهميه استراتيجيا الا وان هؤلاء الإرهابيين ربما يختبئون في المناطق الحدودية ما بين تونس والشقيقة الجزائر. إذن يعني هل هناك دلالة لاختيار الإرهابيين لهذه المناطق بعينها الحدودية ما بين تونس والجزائر؟ بالتأكيد لأن هنالك تواصل بين كل هذه المجموعات. نحن نعرف أن هنالك أن الجماعات الإرهابية تتحرك يعني بكل بتواصل وتعاون ابتداء من شمال مالي وصولا الى سيناء، يعني علينا ان نفهم ان هذه الجماعات ليست معزوله عن بعضها وليست بعيده عن بعضها، هم لديهم هدف استراتيجي واحد. يعني خلق حاله من الفوضى الهدامه لان الفوضى هي التي تسمح لهم بالتواجد بالانتشار من اجل إقامة ما يسمونه دول الخلافة أو دولة الخلافة، هذه التخافات التي يتحدثون بها دولة الخلافة الإسلامية ويريد تكرار نموذج داعش الإجرامي الإرهابي الذي كررت ثم في سوريا وفي العراق على الأرض حاليا في شمال إفريقيا. علينا أن نعلم أن بعد هزيمة الإرهاب في سوريا وهذه الهزيمة التي أسعدتنا جميعا أسعدتكم وأسعدت وأسعدت كل الشرفاء ستكون هنالك انتقال وتركيز على منطقة شمال أفريقيا سيناء وجنوب مصر. علينا أن نفهم أن الإرهاب طالما لم نقم بمحاربته كفكر متطرف واستمرار محاربته والقضاء على الإرهابيين خاصة أنه لا يستهدف دولة بعينها، يعني هو يستهدف منطقة بأكملها. لا هو يستهدفنا جميعا. الإرهابي الإرهابي عندما يفجر نفسه لا يفرق بين مصري تونسي لبناني سوري فلسطيني. وصلت الفكرة سيد باسل ترجمان الإعلامي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، حدثتنا هاتفيا من تونس. ليس بعيدا عن تونس مشاهدينا الكرام، دعونا نستقبل هاتفيا معكم الآن السيد رشيد خشانة وهو رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء التونسية. أستاذ رشيد تحياتي لحضرتك في البداية. اهلا وسهلا، صباح الخير لك ولكل مشاهديك الكرام. صباح النور. يعني قبل ان اتحدث معك عن تبعات هذا الحادث في تونس، هل لديك بعض المعلومات الجديده التي توافرت لديكم بخصوص هذا الحادث التونسي؟ والله الحقيقه ما نشر في وسائل الاعلام هو قريب جدا من الحقيقه ومن الواقع. هناك يعني ضربات يقوم جهاز الأمن العسكري والأمني بتسديدها إلى الجماعات الإرهابية، وهذا يعكس يعني تطورا كبيرا في الأداء الذي أصبحت قادرة عليه كل هذه القوات التي تقاتل ظاهرة الإرهاب، علما أن هذه الظاهرة حديثة في تونس. أكبر عملية إرهابية تعود إلى 2006 وكانت في جنوب العاصمة تونس، وانتهت بمعركة بين الجيش ومجموعة إرهابية تسللت من الجزائر وتم القضاء على معظم عناصرها واعتقال الآخرين. يعني في هذا الوقت 2006 عندما كانت أول عملية إرهابية كما قلت، الجيش التونسي هو جيش تقليدي لم يكن مهيئا لحرب عصابات، لأن الجماعات الإرهابية تقوم بمعارك على طريقة الجماعات أو حرب العصابات، فكان لابد من وقت حتى تتدرب القوات الأمنية والعسكرية على السيطرة على هذا النوع من الحروب وهو الحرب ضد الجماعات الإرهابية، خاصة كما تفضلتم قبل قليل يعني هناك مناطق في الحدود التونسية الجزائرية من الصعب جدا السيطرة عليها بسبب التضاريس الشديدة، وهذا طبعا أبطأ من السيطرة على هذه الجماعات وملاحقتها والقبض عليها. نحن نعلم أنه في 2015 خاصة كان هناك ضربات إرهابية وجهت إلى تونس وتحديدا للاقتصاد وأكثر تحديد للسياحة، وكانت ضربات موجعة
ولكن شيئا فشيئا بدأ الجيش التونسي والقوات الأمنية تتدرب على السيطرة على هذا الملف، وفي النهاية يعني أصبحت قادرة حتى على أن تقوم بعمليات استباقية لا تقتصر فقط على الدفاع وعلى التصدي للعمليات الإرهابية، وإنما هي تستبقها وتوخي القبض على الجماعات وهي ما زالت تخطط لعمليات إرهابية، وهذا دليل على تطور كبير في نسق السيطرة المهنية على ملف الإرهاب من قبل القوات الأمنية والقوات العسكرية. إذن إذا تحدثنا عن تداعيات هذا الحادث الأخير في تونس، هل هناك بعض الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تتخذها القوات الأمنية في تونس في الأيام القادمة، خاصة في هذه الولايات الحدودية مع الشقيقة الجزائر؟ لا أتوقع أن هناك إجراءات استثنائية أو إجراءات خاصة، لأنه هناك خطة واستراتيجية جاهزة وهي قيد التنفيذ لملاحقة هذه العناصر وقطع كل أسباب كل وسائل التموين عليها، سواء التموين العسكري أو التموين حتى الغذائي، ولذلك أصبح عناصر هذه المجموعات المتخفية في الجبال تنزل إلى القرى في سفوح الجبال لكي تبتزها وتنتزع منها بالقوة ما عندها من وسائل الأكل، ولذلك يعني هذا يدل على أن الجماعات الإرهابية تشعر بأن الخناق ضاق عليها بدرجة أنها أصبحت تستعدي حتى المناطق التي يمكن أن تكون مسهلة لها في عملها من خلال مدها بالمعلومات أو بالأخبار من قبل المدنيين الموجودين في سفوح الجبال. فلذلك يعني أعتقد أن هذه الجماعات تعيش أكثر فأكثر وضعا صعبا من حيث العزلة عن المجتمع، وهذا يسهل للقوات الأمنية طبعا السيطرة عليها. هناك جانب آخر أعتقد أنه مهم أيضا في هذا المصدد، وهو عودة المقاتلين السابقين من سوريا بالأساس، وهذا يعني أعتقد أن هناك خطة لتصدي له، رغم أنه دائما يعني الذين يتسللون ينجحون أحيانا في أن يمر بعضهم عبر الحدود مع ليبيا أو مع الجزائر إلى تونس، وهؤلاء يشكلون طبعا زخما ودعما للجماعات الإرهابية. لكن أظن حسب المعطيات والأرقام المتوفرة حد الآن الظاهرة ما زالت تحت السيطرة، وأغلبية هذه العناصر يتم إما إلقاء القبض عليها أو تسلم نفسها من أجل الوصول إلى تفاهم مع القوات الأمنية. سيد رشيد خشانة رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء التونسية، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات. دقائق قليلة مشاهدينا الكرام وألقاكم من جديد، ولكن في موجز إخباري يأتيكم على رأس الساعة، دائما ابقوا معنا.